أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعتذر عن هذا التأخير وإليكم الآن أبرز العناوين لهذه النشرة. وزير الطاقة يستقبل وفدا من أوسلو عاصمة النرويج المتخصص في الطاقة المتجددة. وإلى الساحة الدولية حيث نظمت وإلى الساحة الدولية حيث تواصل القوات المصرية إذا عملياتها العسكرية ضد تنظيم الإرهابيين في منطقة السيناء. كانت تلك أبرز العناوين وفي التفاصيل. برعاية وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بر الذي قام بزيارة تفقدية إلى منطقة عرتا. صحيح عواب، قام وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بره مناسبة أو شارك هذه المناسبة مكرسة لتوزيع المرحلة الثالثة لمستحقات الزكاة وتسليم شاحنة من نوع ديناء لخدمة قسم المقابر في منطقة عرتا. وكان في استقبال الوفد الوزاري في هذه المنطقة من قبل والي إقليم عرتا السيد عبد الله درار عكي ورئيس مجلس الإقليمي، إضافة إلى عقال وأعيان ونسوة المجتمع المدني. وتأتي هذه المناسبة إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها المسؤولون في وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف إلى أهالي منطقة عرتا. وفي مداخلة للمستفيدين من مستحقات الزكاة أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف على هذه المبادرة الطيبة. وحال وصول الوزير تم استقباله من قبل والي إقليم عرتا السيد عبد الله درار عكية بحضور رئيس مجلس الإقليم السيد علمي بوح، وعيس وتمحورت المحادثات بين وزير الأوقاف ووالي الإقليم حول السبل والمشاريع التنموية المخصصة لسكان هذه المنطقة. بعدها قام الوزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف برفقته والي الإقليم بزيارة إلى فندق عرتا، واستقبل بحفاوة بالغة وبرقصات شعبية وأغاني أيضا شعبية. تم ترحيب بالوزير في هذه المنطقة أي منطقة عرتا. كما توجه الوفد الوزاري إلى مقر مجلس الإقليمي لعقد اجتماع مع المنتخبين المحليين وعقال ونسوة والنسوة الناشطين في المجتمع المدني. هذا وتطرق والي إقليم بترحيب الوفد على رأسه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتطرق والي إقليم على أهمية هذه الزيارة وأيضا دفع المستحقات المرحلة الثالثة من هذه المرحلة لدفع المستحقات الزكاة للأيتام. وأضاف أن الدور التي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف هو دور مهم لتقريب أيضا المجتمعات وأيضا إلى تحسين الحياة المعيشية للأيتام. شكرا حواء. وفي مداخلة لرئيس مجلس الإقليمي بعد إذا تقديم المستحقات وتوزيعها لكافة الشرائح وسكان إقليم عرتا، قال في مداخلة التي له لرئيس المجلس الإقليمي أكد أن هذه اللفتة الإنسانية المقدمة من قبل وزارة الأوقاف لأجل مساعدة أهالي وسكان هذه المنطقة ليست الأولى، والتي تتكون من مساعدات مادية مكونة من سيارة ومساعدات لأهالي هذه الناحية. وقال نحن نقدم الشكر والامتنان لهذه اللفتة الكريمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف. من جانبه قال والي إقليم عرتا بأن وزارة الأوقاف تلعب دورا كبيرا من خلال تقديم هذه المساعدات التي ستقلل معاناة إذا بعض العائلات التي تدفن أقربائها، ونحن نشكرهم ونشكر لتقديم هذه المساعدات المادية وتوزيع مستحقات الزكاة لذوي الدخل المحدود وإذا الأيتام في إقليم عرتا.
من جانبه قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الشكر والامتنان لجميع المسؤولين في عرتا على الترحيب الحار الذي حظي به هو والوفد المرافق له، وقال بأن هذه الجولة تأتي في إطار دعم وتعزيز دور هذه الوزارة وتقديم مساعدات، وأشار إلى الزكاة وكفالة الأيتام التي هما أمران بالغ الأهمية لوزارته ولرئيس الجمهورية خاصة. وأشار الوزير بأن هذه السيارة ستعزز دور قسم المقابر في إقليم عرتا، وأكد بأن وزارتي تقوم كل ما بوسعها لأجل النهوض بواقع المجتمع بمختلف مستوياتهم، وأكد خلال هذه المداخلة بأن هذه المساعدات تأتي في إطار إذا الرؤية الواضحة والميمونة لرئيس الجمهورية والهادفة إلى انخراط كافة المجتمع بمختلف شرائحه ومستوياتهم. ودعا الوزير إلى ميسور الحال لتأدية الواجب وهو ركن من أركان الإسلام ألا وهي الزكاة. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي جيدي نائب المدير العام لشركة ساكاتيك ومدير الإقليمي السيد مولا، وتعتبر هذه الشركة التي مقرها في أوسلو وعاصمة النرويج متخصصة في استغلال الطاقة الشمسية، وقامت هذه الشركة ببناء العديد من المؤسسات في هذا المجال في مختلف دول العالم. وتمحورت المحادثات بين الوزير والوفد حول السبل والعمل للشراكة والتطوير واستغلال بلادنا للطاقة المتجددة، خاصة وأن بلادنا تتمتع بإذن كميات هائلة وقدرات كبيرة للطاقات المتجددة. أقامت اللجنة الوطنية للأعلام صباح اليوم دورة تدريبية لصالح مصوري الفيديو والفوتوغراف الرئاسة وصحيفة الأمة الناطقة باللغة الفرنسية، ويقوم بتنشيط هذه الدورة التدريبية خبير يدعى بباتريك، وتهدف بالدرجة الأولى تعزيز قدرات المشاركين وتزويدهم بما يلزم من خبرات، بما في ذلك استخدام طائرة دون التقاط الصور من هذه الطائرة المعروفة بالدغون لالتقاط الصور من المناطق المرتفعة بمهنية عالية، وذلك لتمكنهم بتأدية المهام الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه. وتندرج هذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها في إطار جهود اللجنة الوطنية للإعلام لدعم العاملين في وسائل الإعلام المختلفة وضمان حرية التعبير وتعددية مصادر المعلومات في جيبوتي. في تصريح للتلفزيون الوطني تحدث منشط الدورة التدريبية عن أهم المحاور التي يتم تركيزه خلال الدورة التي تمتد أشغالها لمدة يومين، مشيدا بجهود اللجنة الوطنية للإعلام للارتقاء بأداء المصورين الفيديو والفوتوغراف لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه. والآن أعزائي المشاهدين نتوقف للحظات لأذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي، نعود إليكم لمتابعة ما تبقى من نشرتنا، فابقوا معنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. في إطار المساعي الرامية للحكومة لترقية النظام الصحي في البلاد وتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة سيرت وزارة الصحة قافلة طبية وجراحية في إقليم العارتة وضمت القافلة مختلف الأطباء المتخصصين في مجالات عديدة وتندرج هذه القافلة في إطار السياسة التي تنفذها وزارة الصحة بهدف تقريب الرعاية الصحية للمواطنين القاطنين في المناطق الداخلية والنواحي النائية التابعة لها وسيجري أطباء المتخصصين استشارات طبية وعمليات جراحية في حال تطلب ذلك خلال فترة تواجدهم في عارتة واستفاد إذن من رعاية الطبية مختلف السكان القاطنين في إقليم عارتة وفي النواحي البعيدة حيث قدمت لهم كافة الاستشارات الطبية والعمليات الجراحية التي خصصت في إذن مستشفى الواقع في عرتة كما تم تنظيم إذن مناسبات وفرق لرش المبيدات في النواحي البعيدة وذلك لمكافحة الملاريا والحشرات المختلفة. نظم في ثانوية التقنية في العاصمة مناسبة لاجتماع أولياء الأمور بأساتذة ومدرسي هذه الثانوية وتمحورت المحادثات أهمية ودور أولياء الأمور لمتابعة مستوى إذن الطلاب لأجل تحسنها بدورهم أشار مدرسي هذه المؤسسة التعليمية إلى أن الطلاب يلعبون دورا محوريا لتقديم الجهود الضرورية وكما تم تنظيم إذن زيارة تفقدية لمختلف إذن الأقسام التابعة لهذه الثانوية التي يتابع فيها إذن أولادهم دراستهم خاصة لإذن المختلف التخصصات والتقنيات اللازمة لانخراطهم في سوق العمل. وإلى الصحة الدولية معي في الاستوديو إدريس أهلا بك إدريس إذا تواصل القوات المصرية معركتها ضد الجهاديين والإرهابيين في منطقة سيناء
نعم، أعلن التلفزيون المصري اليوم نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن القضاء على خلية إرهابية مكونة من 10 تفكيريين والقبض على 400 من بينهم أجانب في عملية في سيناء. وورد في البيان المشترك للجيش والشرطة المصرية حول عملية سيناء 2018 إن القوات الجوية استهدفت 4 سيارات خلال استخدام الإرهابيين لها للهروب أثناء مواجهة القوات المداهمة، وهذا ما سمح بالقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 إرهابيين بعد اختبائهم في أحد المنازل في العريشة. والعملية مكنت من ضبط 6 سيارات و13 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، كما دمرت القوات المشتركة 143 عش ووكر ومخزن تستخدمه العناصر الإرهابية. وخلال هذه العملية الواسعة النطاق تم اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات، وتدمير المخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألقام مضادة للدبابات. ونعم، في شأن يقال في شأن الإفريقي، انطلقت في اسطنبول، في اسطنبول مدينة اسطنبول أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمراجعة الشراكة بين تركيا وإفريقيا الذي يستمر لمدة 2 لتحضير قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة المقرر انعقادها في تركيا عام 2019. ويعقد المؤتمر الوزاري تزامنا مع المرور 10 سنوات على حصول تركيا على وضع الشريك الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي، حيث شهدت العلاقات التركية الإفريقية قفزة كبيرة خلال هذه الفترة على الصعيدين السياسي والتجاري. ويشارك في المؤتمر الذي يتناول سبل تعزيز وتقوية التعاون بين تركيا وإفريقيا وزراء وممثلون نحو 19 دولة إفريقية إلى جانب مسؤولين بالاتحاد الإفريقي. وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار اهتماماته بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية زيارات رسمية إلى 24 دولة في القارة، طبعا كانت من بينها جيبوتي حيث زارها مؤخرا في الأعوام الماضية. كما زادت تركيا عدد سفاراتها في إفريقيا من 12 سفارة في عام 2009 إلى 40 سفارة حاليا. شكرا يا إدريس. والآن أعزائي المشاهدين إليكم النشرة المخصصة للحملات الانتخابات التشريعية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. ترأس رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد ديني محمد برهان صباح اليوم اجتماعا مكرسا حول مناقشة مهام اللجنة لمراقبة الانتخابات، وذلك في قصر الشعب. وجرى هذا الاجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار الاستعدادات الجارية لأجل الاستحقاق البرلماني الموافق ل23 من شهر فبراير الجاري. وتبحث الأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات سبل وكيفية العمل معا لأجل تنسيق عمل اللجنة في العاصمة بمختلف بلدياتها والأقاليم الداخلية الخمسة. هذا وأكد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات السيد ديني محمد برهان أهمية اللجنة ومهام لتيسير الانتخابات بكل شفافية. وأضاف إذن رئيس اللجنة مداخلته قائلا بأن بعض من أعضاء اللجنة لهم خبرة طويلة في هذا العمل الذي له أهمية قصوى وتحملنا مسؤولية لتأتية هذا العمل بكل شفافية وإنصاف بين مختلف المرشحين التابعين للأحزاب المتنافسة في هذا الاستحقاق، وهذا الأمر لن يتحقق دون وعي لهذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا. du processus électoral et d'en relever les lacunes constatées, si nécessaire, les dysfonctionnements matériels et techniques. Il est de votre devoir
pour lesquels nous avons prêté serment devant les hommes et devant Dieu pour préserver le caractère transparent, démocratique et serein d'une élection apaisée le jour du vendredi 23 février. L'exécution de cette noble mission fait appel à un sens aigu de la responsabilité qui se manifeste à plusieurs égards. الآن إليكم مختلف الحملات التي نظمت في العاصمة والمناطق الداخلية الخمسة حيث نظمت كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP لقاء مع أنصارهم في ناحية هولهول التابعة لمنطقة علي صبيح. إليكم التفاصيل. وعن لنا جيت كي أتكا حزب جي إم بيها هلا فوتيو مدحوينا سادو فوتي سينا سكوي هلا فوتيو مدحوينا هنا ما أنت هوين كا درجة سر ساري أو بقول كي بشان يلا باتن برسان نسيه أو فرحد وين قارني كنيا أو أنا جنا إياه دعي لباتك كيجا وأنا أقول نقول ولا ردين حسبي إيه إم بي إيه إم بي ترانك أسسمايا فكرة اللجو كان فرسمان اللجو وضو وارنتي واريالا هيدا يرون بعد ما أنت واركتا ماذا حوينا دورا دا حد يد القالو دلكم أنت ليه دايرتي أقامها أبدا دي أو درجات جارسين يو دلكم أنت ليه هول هول وها قرصومي او اوين اني دريقا ترينك ومرايو انا لغار وين لغار دو وين انترناسونال كا انا لغا سميو وها قرصومي او دراد ويدان مقلي انا اركينا لنن توسنا ايميكا اني كوران كي مغالا اني سو غادي انا لشاقي تانا او ربضان كا هورتي انا عبينو او هل كان انا لسومي دونو oo dii qabaan helayno waxaan doonaynaa in walaalahayow aan nigu tala galo oo aan noo fuuteysiin oo codkiina aan siisiin waxaan isloognahay bisha saddex iyo labaatankeed wax kale dhagaha u dhigina wax kale ma socoto ma socoto ma socoto bisha saddex iyo labaatankeeda laba iyo tobanka duhurnimo waa inaan la wixii nii qoran wixii nii qoran hadday laba kun qoratay labada kun waa inay footayaan ay saxaarada ku jiraan warqad kale warqad kale iska dhowra hol hol waan ku kalsoonahay waa degmo la ysku hadlayn karo dawlo mabda' la weeyaan nin aad garanaysid iyo ninaad iminka baranaysid kala roon geed har leh oo sii jiray iyo geed iminka la beerayana kala roon bisha saddex iyo labaatankeegana waxaan doonaynaa walaalayaal ree holholow ree berinjoogow sidiinii caadada inaad waraaqada akhtarka ku footaysaan
والآن ننتقل إلى إقليم تجورا، حيث نظم أعضاء حزب أيغدي لقاء مع أنصارهم ومؤيديهم في هذه المنطقة. She was, he said, no, no, not seen Kaben, no, Yamon Nikargi Mara Lakini, Tudek Makalan, Nanu in Kirabina, Minical Buken, Limanamina. Usunu Nayan, Behagi, could you add the scene he was Sana, how I can't do scene he was saying Niki. تامت 2000 من اللي حولهاين يكلين أم متى تكاه تارجين إنها عصبوي تهتم كل كل توبكوي تساكونا هاي نحن أم متى ليد بانك نيا عم فدين تهي أنا مكهو كتنم نم هاي تو ربي الله يقبضيان سدا هاي تو رب رحمة الله يقبضيان فري هاي تو دلا الله يقبضيان وسنا يمكن هذا سلوني يعني مرا فوحة يبريني جت كه قاعد تارجين مراهنا ادعينا منوي كان كان كعزك من نهان كعزن نمايا ذكرت كن تامرا ما تامتنا كين هورسنا اللي هواي ولا اللي الحيين مايا أما يا بار راجه دبوي تتا كوران هنو يانا ماي كني كونا سنتين كلفا مغالاك دير بارو هنو ماي مغالا لوو واي ملي وفي حي تيتخوا التابعة لبلدية بلبلة، حيث نظم أعضاء حزب UDG لقاء مع أنصاره ومؤيدين لتقديم إذن برنامجه السياسي في إطار الحملة الاستحقاق الانتخابات التشريعية. فلنتابع. إيدي جي 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 إيدي جي
inaan matalno in kajaanka kajaanka ay dhalinta yar waxa fahmayo waa ku dhalin yar baroortiisii problemkiisa wuxuu u sheegan karaa waa walaalkiisa leeg ay isku aashiyeen oday ka weyn siduu wax ugu sheegto kala xishoon laakiin anagu waxaan barito la rabnaa inaan matalno inaan markasta aad baaq leedihin aad problem leedihin aad wax sheeganaysiin aan igarab joogno waxaan wax u baranay dalkeenna weeyaan waxaan u joognaa xagganna aan wax u dhiganay aan wax u baranay adeeggiisa waxaan u joognaba waa adeeggiisa mucaarad iyo muxaafadba waxa ah inaan dalka dhisanno waxaabaanu soconnaa walaalayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badna hooyooyinku waa mahadsantihiin aabayaasha balbala waa dhukaygii waxaan rabnaa inay balbalana soo saarto dad kale oo balbala ahayn oo dadka kiciyana ma jirto magaaladuna waa sugannaa saasi laag baan uga imannay maanta waxaan iigu soconnaa mid waxaan leenahay walaalayaal beritoole 23-keyga markay gaadho inaa waraaqadeedee waraaqadee ku ridaysiin waraaqadee waraaqada cad saasaa isku ognahay waxaan leenahay odayga u dhiib haddeeta waxaan ka dhigaynaa dhalinta u dhiib aabbaha la tasho walaashana gacanta qabso walaashay ileeya gacantaan haysanay ma nala qabsatan jeano gacantaa qabsanay inaa sidaa u sii garoo merci beaucoup doorashadu kaarfootaagii haddii la doonan waayo dee maxaad nagu fotaynaysiin kaarfootaagii inaad doonataan waraaqada cadna inaad fevriyeed ku ridiin intaan baan anugu naga codsanay walaalagiyo anugu taraataraanima odhanayo barbar wey dhammaatay imika waxaa loo baahan yahay walaalahaygiyow inaad kaarfootaagii la doono inaad kaarfootaagii wada doonaysiin dhammaan imika kulkaan xaggan ku soo soconnay waxaan ag marnay meel ay UNB mitiin ku qabanaysa basaaskii magaalada oo dhan xagga bay joogeen basaaskaas lacagtooduma aha waxay ku kariyeen hantidii shicibka weeyaan waxay ku bixiyeen annagu UNB waxaan ka leenahay ha ku ciyaarina hantida ummadda ha ku ciyaarina baan ka leenahay annagu brogram baan nii wadnaa brogramkan wadna waxa weynu kow haweenka maxaan u qaban karnaa ilaya barnaamij bay diyaarsan tiirka ugu horeeya waa haweenka mudnaanta gaar la siiyo laba halkeen ka qaybgalaynaa horumarka waxay leedahay bermanaas maali bil walba inaan xaafadaheenna ka samaysano nimanka liiska ka soo baxa idg pdd inaan bermanaas xaafadahaynaga samayno xafiisyo hadduu ilaahay nala qaban karo waxaan rabnaa xafiisadaa inaanni dhegaysanno maxaa codsi leedihiin maxaa dhib leedihiin taas waa mudnaanta ugu horeysa xildhibaano aqalkooga xidho seexda annagu ma nihin beenna inima sheegan waxaan leenahay ilaahay hortii iyo bini'aadanka hortiisa waxaan leenahay war waan nii shaqaynaaye kaalayo nararta waxayni rartana bal ka warma dad inigu dhaha war ha nii shaqeeyo maad diidaysiin waxaan daleenahay war waxaan rabnaa inaan dalka horumarkiisa ka qayb galno annagu ma nihin kuwa dadka kala didinaya annagu waxaanahay idg pdd siday falsafadda asaasihii xisbigan uu samaynaya waxa weeyaan ummadda ree jabuuti waa qoys keliya waa geed waa ul iyo diirka dad la kala qaadi kara maaha midnimaan wax ku doonaynaa haween kasta waxaan ka sugaynaa jimcaha ilaa jimcaha tuur kastaan koraynaa wax la daaba xayaablay xaafad xaafad baan garaacaynaa si jimcaha bombiyeega loo wada dhannaadoon idhaahno war annagu itaalkayga uu yar yahay awood ma haysano maaliyadeed laakiin qalbigaygaa weyn wadnahaygaa weyn waxaan doonaynaa sida libaaxyada inaad jimcaha noo buuxisaan bombiyeega إذن بهذه النشرة المخصصة للانتخابات البرلمانية نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة نشكركم إلى اللقاء